شحال من وحده فيكم كتكون عايشه حياتها عادي وكيف ما هي مخططه ليها تماما، حتى كتجي شي حاجه اللي هي زوينه في حياتها واللي ما كتكونش معوله عليها واللي غادي تبدل ليها المجرى ديال القصه ديالها. كتقبليها وكتستقبليها بيديك مفتوحين وكتستعدي ليها روحيا وجسديا، وهنا كتجي حاجه واحده اخرى انت ما راضياش عليها اللي كتعاود تغير لك المجرى ديال الحكايه ديالك. حكايه الليله تقدر توقع لاي وحده من المتابعين، غير هو كل وحده وكيفاش غادي تستقبل هاد الاحداث. حكايه اللي غادي نتعلموا منها انه رغم اننا نطيحوا لازم علينا نكملوا الطريق على يدينا على رجلينا ولا بزوج، المهم ما نوقفوش. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. سمحوا لي غادي نغبر عليكم صوره اليوم لانه اذا لاحظتوا ضربني شي شويه ديال البرد وما شكيت عليكم كاع طلوعي مهرسين، وحيتاش نتوما ونساتي وانا ونيستكم اصريت باش انني نوفي الوعد ديال البارح ونكون في الموعد. واخا راكم رجعتوا كتبخلوا عليا بداك الزر ديال الاعجاب اللي خاصكم صافي زعما تحفظوني فيه، واصحاب الحكايات الدينيه اللي تيطلبوهم بزاف حطيت لكم البارح الفيديو وتقريبا كاع ما تشاف، ولكن ماشي مشكل خلينا في حكايه الليله، خلي ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا ليلى، كل شيء غادي يبدا في سبتمبر من العام اللي فات. طفولتي والجو العائلي ما تيهمش في الحكايه ديال اليوم لانه كبرت فيه سليم. شديت الباك ديالي، اختاريت انني نقرا الطب وقريته وانا خدامه فيه، وفي نفس الوقت تنقرا واحد التخصص واحد اخر وكاريا بعيد شويه على والديا. قصتي غادي تبدا كيف قلت لكم السنه الماضيه فاش كنت في واحد المؤتمر غادي نتلاقى بواحد السيد اللي كان عندي في الانستغرام ديالي، وعمرنا ما دوينا حتى لهذاك المؤتمر فاش غادي يشوفني وجها لوجه وغادي يمشي يهضر معايا في انستغرام، ومن ديك الوقت ما كانش كيحبس من انه يجمع معايا. عنده 37 سنه وانا عندي 28 سنه، غادي يطلب مني مرتي، وبيني وبين راسي كنت نقول ما كاينلاش، ما بغيتش شي حد من خدمتي نكون قريبه منه. انا من النوع اللي ما تنخبي والو على ماما، غادي نقول ليها بلي تنعرف واحد الانسان اللي سميتو انس وراه عنده بروجي ديالو وتيطلب مني باش اننا نتلاقاو. قالت لي يا بنتي ما فيها باس، هذا هو الوقت، ياك انتي دفعتي باش انك تخدمي على برا وقلتي بلي انه هو عنده خدمه حتى هو على برا، ايوا صافي سيري تلاقي به واستافدي منه. قالت لي راه ماشي ضروري انك تخرجي معاه على اساس انه تعرفي عليه باش تزوجي به، ولكن غير استافدي منه من الخبره ديالو. صافي مشيت وانا صراحه خاطري مقبوضه عليا وما حملاش، وتنقول ماشي مشكله ليلى غادي تستافدي من شي حاجه على الاقل. تلاقيت بأنس وكان واحد الانسان اللي ما حسيتش براسي بلي انني راني مرتاحه معاه، وحتى داك الشيء علاش كنت خرجت معاه باش يعاوني عليه ويقول لي كيفاش نحلت انا المشروع ديالي، ما عطانيش راس الخيط. ممكن كان عنده هدف واحد اخر وانا كان عندي هدف واحد اخر، داك الشيء باش ما وصلتش اللي بغيت. سولت على برا وحتى في هذا الموضوع ما عطاني حتى شي معلومات كافيين، وتليفونه ما كانش يحبس من المكالمات. انا صراحه ما عجبنيش الحال، قلت على الاقل اول لقاء ديالنا ما فيها باس انه يحط التليفون ديالو على جنب ويتكلم معايا. المهم سالينا داك اللقاء وانا راجعه تنعيط على صاحبتي تنقول لها حرام عليك، قلت لك ما بغيتش نخرج معاه، ما كانش عليك تبزي عليا لا انت ولا ماما، وهذه اخر مره نخرج معاه. دخلت للدار قلت لماما نفس الهضره، قالت لي صافي يا بنيتي ديري اللي بغيتي. في شهر 9 كان المؤتمر، في شهر 12 اول لقاء ديالنا، وعلى اساس انه اخر مره ما تليش بغيت نتلاقى به. من بعد داك اللقاء بدا تيسول فيا وتيطلبني انني نخرج معاه مره اخرى، وانا كل مره كنتهرب ما كاينلاش، لانه مادام ما عطانيش شنو بغيت في اول لقاء ديالنا وما غادي نستافد منه والو فبلاش. امام الناحيه الاخرى ديال هاد الخرجه ما كنتش كنشوف فيها راسي، زعما تكون ما بيناتنا شي علاقه ولا تطور للزواج كاع. بقينا مستمرين تنجمعوا حتى لشهر 3 وغادي نخرج معاه، لانه ماما بقات عليا ايوا راه انا سيبان ضريف وما خرجش معاك العيب وديما مصدعك خرجي معايا، صافي خرجي معاه وقولي ليه فوجو ما تبقاش عافاك نتلاقاو وهنينا. فعلا خرجت معاه داك النهار، شويه بديت كنقول ليه بغيت نمشي بغيت نمشي، هو غادي يجمع الوقفه وقال لي ليلى راني بغيت نهضر معاك. شوفي يا بنت الناس انا عندي 37 سنه، ماشي من النوع اللي غادي يبقى كيدور بك من هنا لهنا، انا بغيت المعقول
وما كرهتش انه في الشهر الداخل نقدو الامور ديالنا رسميا. فباش ما نجرحوش قلت ليه شوف انس، انا وياك مثلا ما تنعرفوش بعضنا مزيان، وهذا راه زواج، واذا مشيت حتى قبلت بك غادي خصني ندير المشروع ديالي اللي كنت ناويه نديرو في المدينه اللي انت عايش فيها، ونقدر من هنا لغدا ما نتفاهموش ونلقى راسي وحده. فعطينا شويه ديال الوقت باش نتعرفوا اكثر. قال لي واخا. جا رمضان، بديت كنصلي صلاه الاستخاره وكل نهار. جا العيد، مشيت عيدت في دارنا، ومشيت سافرت انا وصاحبتي لواحد المدينه شويه بعيده. هو كيعيط ليا، الو ليلى فين كاينه؟ راه قلت لك البارحه غادي نسافر مع صاحبتي لهاد البلاصه. شوي غادي نبدا كنسمح داه الريح. غايقول ليا اين بلاصه راكم في الضبط؟ كيفاش اين بلاصه انس؟ على غادي تعرف؟ وغير قولي ليا راني كنسمح داك الريح، ما تقولش ليا راك جيتي. اه غير قولي ليا اين بلاصه، بغيت غير نسلم عليك. ويلي هو جاي وانا حالتي ما موجداش لهادشي، حتى غادي يوقف عليا هو وماماه. سلمت عليهم وقال لي ايوا صافي نخليك دابا مع صاحبتك تفطري، تعيطوا من بعد. غادي يعيط ليا ويقول لي يلا نتغداو مجموعين حيتاش ماما بغات تشوفك. وانس حشومه، اول مره نسافر انا وصاحبتي، حشومه نخليها راس صاحبتي 15 العام. لا لا غير جيبيها معاك ماشي مشكل. مشينا وتلاقينا بهم. غادي تقول لي ماما ها شوفي يا بنتي راكي دخلتي ليا لخاطري وعجبتيني بزاف، وما كرهتش انني نشوفكم مجموعين في اقرب وقيته. انا تنقولها غير الله يدير لي فيها الخير، الله يدير فيها الخير وصافي. لدرجة فاش تغدينا ومشيت نغسل يدي وجايه غادي نسمع الصغارات في ديك القهوه، وغادي تقول لي ماما ها ايوا شوفي يا بنتي ها هو الفال ديالكم. انا قلت ليلى صافي راكي درتي صلاه الاستخاره، وهادشي غادي كيتيسر بهاد السرعه. غادي يقول لي بلي انه بغى يجي لدارنا في العاجل القريب، وقلت لي بلي راه باقي الحال خلي حتى شهر 7. قال لي ليلى ما نبقاش غادي جاي لمدينتك، خاصنا نتزوجوا، خاصنا نقزو للمرحله الرسميه عاجلا. درنا التعارف اللي غيحضروا فيه والديا وخوتي وخالتي وصاحبتي ديال سنين، غادي يحضر فيه هو والديه وخوته وخالو. داز داكشي مزيان وميسر، والوالدين رضاو علينا. سالينا العيد، جيت للمدينه فين تنقرا وهو غير فرحان بيا، وماما كذلك. غتولي مرتبطه بيا لواحد الدرجه اللي هي كبيره، وتولي ديما كتعيط ليا. فاش رجعت للمدينه من بعد التعارف غادي يولي كيطلب مني اننا نتشوفو، وكل مره تيسولني اشنو خصني نجيب ليلى في الدفوع، شنو خصني نجيب في العقد. ماما غادي تعيط لماما وتقول ليها فلانه شنو غادي نديرو في الدفوع، شوفي على لاله فلانه راحت بنتنا هي الاولى، داكشي الاخر الله يرزقنا غير الصحه والسلامه، حنا ما كنتشرطوش. ماما قالت لي سير اولدي تقدا انت وياه شنو بغيتو، وانا خرجوني من هادشي. هو غادي يقول لي اشنو بان لك انني نمشي انا وياك عند خالتك مع كنت انا غدا عندها بوحدي، ونتقداو الدهاز ديالك وتدفعوا علينا مجموعين. امشي فعلا انا وياه عند خالتي، وفي الطريق بما انه هاد خالتي قاصحه غادي نقول لي عندك عافاك تصدع انت وياها ولا تعصب قدامها ولا تهز حتى صوتك حيتاش فيه هو هاد القضيه. قال لي غادي نقول لك راني غير من النوع اللي كيتشاطر بوصاف. المهم وصلنا ديك المدينه، غادي يحطنا عند خالتي حتى لغد ليه. طرقنا ومشينا عند مول التوابات، وهنا غادي نبدا نكتشف الحقيقه ديال الشخصيه ديالو. شفت واحد الثوب اللي عجبني وقلت ليها اجي تشوفو. غادي يقول لي اجي اجي ما زوينش داكشي. مولا الثوب بدات تقول ليه واش كتهضر بصح، انا بقى فيا الحال لانه دار هكا قدام خالتي، وبقى فيا الحال على راسي وقدام ديك المراه وغادي يخرج. مشيت لعندو انس، راه هذيك ماشي طريقه ديال الهضره، راه حشومه، ماشي تضربني انا باش انك توصل الفكره ديالك بلي انا التوب ماشي شي حاجه. ايوا راه ما عجبنيش بزاف. لا سمح لي انا اللي خصو يعجبني حيتاش انا اللي غادي نلبسو. كنظن انا ذاك يمكن صيفطو لماما حيتاش كانت معنا على تواصل مستمر وعطاتو الراي ديالها، والله اعلم لانه قريب منها بزاف في التفاصيل. المهم غادي نرجعوا للمحل، شفت داك التوب اللي خلاتو لينا بثمن مناسب وخرجنا. وانا بديك الحرقه نتاع التوب غادي نقول ليه ها هما تشاطروا معانا وعيطوا علينا كاع باش ناخذوه. غير انا قلت هاد الهضره بدا كيغوت عليا وسط الشارع، وبديت نجاوبو الغادي واللي جاي كيتفرج فينا، واللي حسن حظنا انه خالتي ما كانش معانا. غادي يقول لي انا بالنقص عليا من هادشي، غير هو نطق بها بديت نغوت في الشارع. واش يصحاب لك بلي هادشي بزز مني؟ اذا ما بغيتيش بالنقص راه انت اللي بغيتي وزربتي عليا. جات خالتي جراتني وقلت لها بلي حتى حاجه ما بقاتو سالينا هنا، خليتهم من مورايا كيهضروا، ومشيت لطوموبيلتو قلت لي عطاني باليستي حيتاش كنت مخليها عنده في الكوفر. لا ما غاديش تمشي فحالك، انا غادي نوصلك فين ما بغيتي. قلت لي لا عطاني باليستي حيتاش بغيت نمشي فحالي. انا ديك الهضره اللي قال لي خلاتني نبدا نقول مع راسي باللي حنا مازال ما درنا ما تحرق، وهذه غير بسم الله ديالو شنو خلى من بعد. المهم غادي نجلس في اللور ديال الطوموبيل، ما بغاش يديماريها، جلس حتى يصرحني ويسولني شنو المشكله ليلى.
خرجت خالتي مني منه حتى تسامحنا. لغد لي خرجنا باش نشوفو الذهيبيه، لقيناه مسدين وتلاقينا بوالديه وغادي تنقز مو. شنو خديتو؟ والو، من غير بيجاما وواحد التوب ديال الجلابه وملابس داخليه. فعلا هادشي اللي كان، حيتاش اصلا انا خديت بزاف ديال الامور لراسي براسي. هي غادي تقول لي شوفي يا بنتي ليلى، خدي غير داكشي اللي غادي تلبسي وماشي اللي غادي تخليه في الماريو. قلت ليها اللي ما عجبنيش اخالتي راني ما تناخدوش، وانا ما فهمتش مقصودها من هاد الكلام. قلت لها واش قال لك انس على التاريخ ديال العقد والعرس؟ علما انه نهار العقد اتفقنا عليه انا وياه في التعارف، ولكن مع ولدها غادي يغير الوقيته هي تقرصات. وقالت لي لا ما في خباريش. المهم انا قلتها لبابا اللي غادي يمشي مسكن يحط العرابن في كل حاجه. الخطيب ديالي من بعد داك النقاش غادي يتبدل وغادي يولي يدير بحسابي، وكان ظريف معايا وما عمرو قلل عليا الحياه ولا الاحترام ولا عيط ليا من غير سميتي. المهم غادي نتفق انا وياه وغادي نرجعوا فحالنا لمدينتي وغادي نشري فيها داكشي اللي باقي. ماما غادي تكلف باش انا تشري شي حاجات وحده اخرين، وغادي تمو جايين عندنا نهار الثلاث. كلشي كان مزيان. لغد ليه الاربع قال لي ليلى انا كنحس براسي ما مزيانش، تنسولو ياك لاباس واش مروح بك شي حاجه؟ حيتاش كان تيدوي معايا كان مخنوق. قلت ليه قلت ياك ما فيه الروح. الخميس غادي يقول لي راني ما قدرتش الناس وكنحس بشي كره واحله ليا في حلقي. انا كان بالي بلي انه واش مريض واش ما قدرش يصرد على نيتي. تنقول ليه شنو تاخذ؟ لا لا ليلى هادشي راه نفسي. اشنو ياك لاباس؟ ما جاوبنيش. فاش خرجت من السبيطار العشيه غادي نصيفط ليه انس مازال ما جاوبتيش ياك لاباس؟ عيط ليه وهو مخنوق. مالك انس؟ والو والو. تنحس بيه بغى يقول لي شي حاجه ومتردد. قول لي ياك لاباس واش والديك مزيانين؟ الحمد لله. صحتك مزيانه؟ الحمد لله. خدمتك مزيانه؟ الحمد لله. ايوا صافي الحمد لله. اللي ما باقي كله ليه الحل. قال لي واش نقدروا نتلاقاو؟ واخا اذا كان هذا هو الحل باش انك ترتاح ماشي مشكل. فاش خرجنا كنشوفو في الطوموبيل كيطلع النفس بنيفو وعينيه مبوقين بحال شي حد مروح. تنسولو واش باقي مروح؟ ولكن هو كان تيبكي وانا ما حسيتش به. انا ذاك غادي نجلسو وقلت ليه يلاه قول لي شنو كاين، شنو ضرك؟ قال لي انا وياك مختلفين. ايوا انا صرا طبيعي هذا الامر، راه ماشي الاهم اننا نكونو بحال بحال ولكن غير نكونو مفاهمين. بدا كيدخل وكيخرج في الهضره وما قال والو، والسبب اللي عنده في دماغه انا مازال ما عرفتوش. ليلى فاش كنا تما في ديك المدينه وتمشينا بزاف ضرك ظهرك وتبرزت عليك وانت ما كتمشيش بزاف، خفت هادشي اللي يكون عائق. واش من نيتك انس؟ ديري يا ليلى السكانير. بلاتي انس واش هاد السكانير بغيتي نديرو قبل العرس؟ هذا شرط. قال لي غير باش نعرفو شنو كاين. اوكي واخا، مثلا عندي مشكل كاع في ظهري، واش قادر انا نحبسو كلشي على هادشي؟ لا ماشي مشكل، غير نشوفو الحل وانا متوتر وهادشي قرب. وانتي شنو بغيتي؟ المهم السيد غير تيخربق وتيدخل من موضوع لموضوع، بغى يقول شي حاجه وما عارفش كيفاش يتلقى، ولكن لدابا راه ما قال والو. كنا اتفقنا مور العقد اننا نسكنوا انا وياه، وفكرنا من مور العرس فين غادي ندوزوا شهر العسل. هو كان تيحاول انه يتهرب من هاد الشيء وانا ما فهمتوش. شوي غادي يقول لي خاصنا نأجلوا العقد. علاش انس؟ شنو المشكل؟ لحق عمي بحال بابا عنده عمليه في عينيه وخص بابا يكون حاضر معاه. ماشي مشكل، راه باقي شهر على العقد، بابا كيمشي يحضر معاه وكاع حنا ما نقدروش نديرو شي حاجه اصلا بلا باباك. دابا نشوف، حيتاش انا قلتها لبابا وقلت ليه راني عطيتها الكلمه. وصلنا للدار والطريق كلها وهو ساكت، ولي اول مره غيحطني ويبقى جالس قدام الدار وهو تيفكر. بقات ليا 10 ايام على الامتحان ديالي، نقصت الهضره ما بيناتنا لدرجه اذا صيفط ليه ميساج تتوصل به الدرجه انه ما يجاوبنيش. كل مره كندوز حاجه وكل مره كيعطيني سبب بايخ علاش ما تيجاوبنيش. حتى لواحد الويكاند غادي يقول لي ما نقدروش نكملو حيتاش بابا ما بغاش. تصدمت ودوزت ليالي كحله زحله، بكيت غوت ورجعت اعزكم الله، وما قدرش ندوز حتى شغيمه ديال الماء، وما قدرش نقولها لوالديا حيتاش هما في مدينه وانا في مدينه. جات عندي صاحبتي اللي كانت تتواسيني، غادي نعيط ليه ونقول ليه واش ممكن نتلاقاو. الخميس قال لي داك الخبار والحد صيفط ليه، بغيت نعرف المشكل. غادي نتلاقاو وغادي نسولو واش انت ما كتشوفش راسك في هاد العلاقه؟ اذا نديرو حل دابا. قال لي لا دابا ندوي مع بابا ونشوف. وبدا كيدوي لي على الماديات وكانني طمعه فيه، علما انه حليت عيني وسط الخير وكيقارني بمراوات صحابه. ما عرفش شنو خلاه يدخل في هاد الباب. المهم غادي نتصالحو ورجعت في حالي فرحانه وهو كذلك رجع كيدوي معايا بالليل وبالنهار. خرجنا بالحد الجمعه كان عندي امتحان، صيفط لي الجمعه بالليل ميساج كيسول فيا
سالي الجمعه غادي يعاود يسول فيا عاوتاني نهار السبت الصباح. عيط ليا قال لي لا راني بغيت نقول لك انا ناجلو. شنو غادي ناجلو؟ العقد؟ لا ناجلو كل شيء حتى التاريخ ديال العرس. انس راك عارف والديا عطاو العربون والدار اللي كاريه، راني هضرت مع مولاها انه غادي نخليها لي. لا راني ما كنحسش براسي مزيان، انا مزير، انا ما عارفش هادشي منين خرج، منين خرج ليا، انا مخلوع. ناجلو كل شيء حيتاش مازال ما تعرفنا. اشنو وصلنا حتى لهاد المرحله وتقول لي مازال ما تعرفنا، علما انا اللي قلت لك بلي انا وبشويه علينا وانت اللي زربتي؟ راه انت اللي بغيتي هادشي كامل وبهاد التواريخ. واش نسيتي ولا نفكرك؟ والديا اللي حطوا فلوس صحاح في العربون والدار اللي طلقت. غادي يقول لي اذا هذا هو المشكل انا غادي نخلص لك كل شيء. راه ماشي مساله فلوس يا انس، كنتي ديما تسولني شنو تيعجبك فيا، كنت نقول لك المسؤوليه. اذا خدمتك راه حنا بحال بحال، واذا فلوسكم راه حتى حنا من نفس النيفو ديالكم. يعني راه ما تنفكرش في الماديات ولكن الكلمه اللي عطيتيني. دابا صافي يا ولد الناس، عرفتي شنو غادي نحبسو هنا. وبما انه ماما حسات بلي انه كاينه شي حاجه جات لعندي وعاودت لها كل شيء، وغادي نمسحو من كاع وسائل التواصل حتى من تليفوني. جاتني قاصحه انني نتقبلها لانه دخلت فيها الوالدين، حيت كون كان هادشي غير بيني وبين راسي ما كانتش دمعه هي الاخر نطيحها عليه. بابا غادي نوض يعيط ليه، ما جاوبوش حتى كنلقى واحد النمره كتعيط ليا مع كنت مسحتو وانا نجاوب. ليلى لاباس؟ الحمد لله. عيطتي حيتاش لقيتي المكالمه ديال بابا؟ راني ما شفتوش داكشي باش ما جاوبتش، تمنيت تكون عيطتي ليا بلا المكالمه ديالو. راني تنحاول باش انني نعيط لك ولكن هاد الايام شي حاجه كتبلوكيني وما مخليانيش، ما عارف شنو هي. وسمحي ليا بزاف، انت راكي بنت الناس. وبدا كيبكي علما انه قاصح وماشي بسهوله كيتاثر. بقى عليا غير سمحي ليا، ما عرفش واش قالها وفعلا تيحسها ولا غير ما بغاش يخسر الصوره ديال باه، ولا حيت دوك الايام ديال عاشوره كانت دارت شي حاجه انا ما عرفتش. قطعت معاه وبديت نقول يا ربي تاخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. ووسط هادشي كنت ضايره بعائلتي اللي ما خلوني حتى شي دقيقه، وصاحبتي كذلك. من بعد غادي عيط على بابا وتيبكي ويقول ليه سمح ليا، راه بنتك ما شفتش عيبها، راه انا اللي ما عارفش نزيد لقدام. والدي يبقى فيهم وغادي تعيط ماما لماما سولات فيها، هي غتقول ليها بلي انه ما تفهمناش على التواريخ وبلي خبا راه غادي يفتح. دازت شي ايام عاوتاني ماما عيطات باش تسول فيها وقالت ليها راه خرج لي فتح العين الاولى، وللاسف مشات ليه وما نجحتش العمليه. وانا دابا حيتاش مع دوك الضغوطات راني خارجه مع مول الدار تندور واحد شويه كنبدلو الجو. شو غادي تسولها ليلى كيف دايره؟ قالت ليها ماما راه هادشي علاش دويت لك فلانه، اذا كنتي مساليه دابا ندويو. قالت ليها لا لا دابا ما تنسمعكش مزيان، عرفتي شنو حتى 11 ديال الليل انا غادي نصوني عليك غير واحد البيب ومن بعد عيطي عليا. من ديك الساعه عمر بان ليها الاثار ولو برساله هي الاخيره. هو قال لبابا غادي نجي لعندك باش نهضر انا وياك. من ديك الساعه عطاه الكلمه وخلاه وما جاش. انا اليوم الحمد لله وليت مزيان وبزاف بسبب سوره البقره. من بعد شهر فقط على هادشي رجعت وقفت على رجلي، غادي نجمع داكشي اللي شرا ليا ومشيت لخدمته وما لقيتوش، عطيتها لواحد السيد خدام معاه وخليتهم لي تما وانا مرتاحه داخليا. وسالت قصتي معاه هنا. زوج ديال الاشخاص من بعده غادي يطلبوني للزواج ومن نفس الدومين ديالي، لكن ما يمكنش نصلح غلط بغلط واحد اخر، خصني نوقف على رجلي 100%. وديك الساعه نقدر نعطي فرصه لشخص واحد اخر. دفعت لدوله اوروبيه وتقبلت باش انني نخدم في اكبر مستشفى كاين تما. العوض ديال مولانا كان كبير بزاف لانه اللي كنحط فيه يدي الحمد لله الا وكيسرها ليا مولانا. لقيت واحد السيده عند من غادي نسكن موجده ليا الدار بالورود ومقديها ليا والريحه غزاله ومهليه فيا وماشي مغربيه. هو غادي يحاول باش انه يتواصل معايا ولكن انا صافي سديت عليه كاع البيبان ولا مجال للعوده. طحت ولكن نوضت راسي براسي وما سمحتش ليه باش انه يزيد يهبطني. بامكاني انني نرجع ليه ولكن لا، كرامتي من فوق اي حاجه. اختاريت قرايتي، اختاريت المهنه ديالي، وانا اكيده بلي انه من هنا لقدام ربي مخبي لي غير الخير. عافاكم ديما في قرايتكم والله زعما سخت، ما كرهناش ان تريك زوين في حياتنا بيرسونيل توسا، ما الا كان افيك لا موفيز بيرسون ما كاينلاش. الا كانت غتخلينا لا بيرسون في نص الطريق اون دو با لاشي، ما خصناش نستسلمو. كاين خدمتنا اللي كتعودنا بزاف كتخلينا نوقف على رجلنا، كتخلينا بيان كونسيديري من عند الناس، اللي كتخليك عاود توقف على رجليك وتعطيك اون فالور على الناس زعما ما قدام الناس توسا. فوالا دونك هادشي. اي عافاكم من لاشي با، ما كاينش غير الخايب في الدنيا،
ولكن زوين والله تنهضر معاك دابا والحمد لله حتى نشوف قدامي كنقول سبحان الله العظيم فين كنت وفين وليت. كنت غادي نكون غير ماشي في الدار مي ما جبي مي كونتاكتي مي كونتونتي بلوتو على غير على داكشي اللي عندي. ما غاديش نبحث في لا سبيشاليتي ديالي ما غنزيد بها القدام. دابا الحمد لله جو سوي افيكتي في ان تري غران سي اش يو هنايا سي لو ميور اي سي لي بيان كلاسي دونك عودني ربي خير الحمد لله. إيه عافاكم سورة البقرة الى ميراكولوز فريمون خلاتني نوقف على رجلي غير ما خلاتني ننسى هذيك لا بيرسون نبدا صفحه جديده نمسح دموعي ونتيها في قريتي وفي خدمتي. فوالا هذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية ليلى يا سادة يا كرام. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا باللي انه اي واحد يطيح في شي مأزق يحاول يخرج راسه براسه بربي انه يلجأ لمولانا وما يحاولش ينتقم. اللي طايح في شي حاجه يكمل قرايته يكمل خدمته ويكمل حياته ومع الوقت ربي راه كيشافي ليك داك الجروح وكيعوضك خير منها. كيخص غير شويه ديال الصبر ومن بعد الفرح تيجي. هذه كانت حلقتنا الليله كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.